أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول فيه صاحبه: هل يجوز نتف شعر اللحية وشعر الأيدي والأرجل؟ سبحان الله، كيف هذا؟ شعر اللحية لا يجوز نتفه ولا يجوز حلقه ولا قصه، يجب إعفاء اللحية وعدم التعرض لها، هذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أما شعر الأرجل وشعر الصدر وشعر الجسم يجوز إزالته بأي وسيلة تسهل عليك. شعر الجسم، الصدر والظهر والساقين، يجوز أن تزيله بأي وسيلة، هذا مباح إزالته. وأما العانة، شعر العانة وشعر الإبط، فهذا السنة إزالته، هذا يسن بل يجب إزالته، لأنه من خصال، لأن إزالته من خصال الفطرة، تجب إزالة شعر العانة وشعر الأبطين وقص الشارب، هذا يجب لأنه من خصال الفطرة ومن سنن الأنبياء. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. الشعور على ثلاثة أقسام: شعر يجب إزالته وهو شعر الآباط وشعر العانة والشارب، لا يطول، يقص ويحفى، وشعر يحرم إزالته وهو شعر اللحية، لا يجوز إزالته، وشعر يباح إزالته وهو شعر الرأس، يجوز الإنسان يحلق رأسه أو أن يقصه كله، ما هو يحلق بعضه ويقص بعضه ويخلي، بل كله. وكذلك شعر الجسم يباح له إزالته. نعم.